مشاهدينا، وللحديث أكثر عن التهديدات الأمريكية لحكومة السودان وموقف الأخيرة في التعامل معها، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ عبد الله السلمان. مرحبا بكم معنا. أهلا بكم مشاهديكم الأكارم أخي الفاضل. أهلا بكم. هل تستطيع حكومة السودان مسك العصا من الوسط في ظل التصعيد الحاصل باستهداف الميليشيات للبعثات الدبلوماسية والمصالح الأمريكية ورد واشنطن على هذه الميليشيات؟ الإطار التنسيقي لم يترك للسوداني مساحة أو فرصة للسيطرة على زمام المبادرة في إدارة الدولة أو إدارة الحكومة. أيضا ناهيك عن أنه التركيبة الحكومية هي تركيبة توافقية، إلا أن الإطار التنسيقي يملك القوة الأكثر تأثيرا بحكم المساحة الانتخابية إلى الموجودة، وأيضا أنه نعم الدوائر الأمنية في العراق هي تحت سيطرته، فبالتالي هو لا يملك قدرة لأن يسيطر، فإذا ليس بيده أي عصا ليملكها في الوسط أو في غيره، إلا أنه يحاول جهد الإمكان بحكم وجوده الرسمي أن يتحاور مع الأمريكان، والأمريكان على يقين أنه هو فقط مراسل يعطي الرسائل ما بين السفارة الأمريكية والإطار. وهو أيضا السوداني يدرك أن العلاقة مع الأمريكان ما بين الإطار والأمريكان علاقة قديمة وليس جديدة، منذ مجلس الحكم إلى الجعفري إلى المالكي الذي له حظوة كبيرة عند الأمريكان بسبب ما فعله في العراق وما أدى من نتائج جيدة للأمريكان، ودفع باستراتيجياتهم إلى التطبيق منها الفساد الذي أصبح منهجا في مؤسسات الدولة، إضافة إلى محاولته للشرخ تعميق الشرخ الاجتماعي من خلال الطائفية. فبالتالي لا يملك السوداني قدرة على التأثير عليهم، إنه فقط ينقل الرسائل وينقل التهديدات ويحاول أن يعطي الإدارة الأمريكية وجهة نظر بسيطة متواضعة من الإطار إلى السفارة الأمريكية أو إلى حتى المؤسسات العليا، واعتبار أنه تدخل المخابرات الأمريكية هو تهديد بتغيير فعلي داخل العملية السياسية، لأنه العملية في العراق تعتبر من باب من ملفاتها في دوائر المخابرات الأمريكية. في هذا الإطار، التهديدات الأمريكية لم تتوقف منذ فترة، سواء من السفيرة في بغداد أو الخارجية في نيويورك، وآخر هذه التهديدات كانت من وكالة الاستخبارات السوداني بسبب قصف الميليشيات. ما مدى هذه التهديدات الموجهة للسوداني وللميليشيات؟ التهديدات هي الأمريكان يعرفون تماما أن هذه التهديدات ليس للسوداني، لأنهم يعرفون طبيعة الوضع السياسي للعراق والتركيبة السياسية وقدرة الإطار والتأثير على القرار السياسي العراقي. التهديدات التي يرسلها الأمريكان من خلال السوداني هي إلى الإطار، وبالتالي مداها محدود بمحدودية محاولة تحجيم هذه الميليشيات وتقليل التهديد الذي يشمل البعثات الدبلوماسية والقوات الأمريكية بحكم التوقيع الذي قاده الإطار مع الأمريكان، وهو الاتفاقية الأمنية أو التنسيق الأمني فيما بينهم. فبالتالي هو عتب أمريكي على الإطار أنه هذه الاتفاقية أنتم وقعتوها معنا فعليكم الالتزام بها، فمن هذا الباب مداها محدود وليس بمعنى عملية تغيير أو عملية تهديد بعدم وجود الإطار في السلطة، إنما تهديد محدود لتحجيم الميليشيات أو تحجيم، لأنه يعرف أن الإطار قادر على هذا الفعل، لأن الميليشيات تحت عباءة الإطار بأطرافه وأشخاصه. طيب، أيضا أستاذ عبد الله، على الرغم من أن هذه الهجمات التي تشنها الميليشيات هي شكلية وغير مؤثرة، إلا أنها باتت غير مقبولة من جانب الأمريكيين، بما تفسر هذا الغضب الأمريكي على الرغم من أن هذه الهجمات وهذه التهديدات من قبل الميليشيات والهجمات هي شكلية وصورية فقط؟ الأمريكية الآن تعيش حالة من الهستيريا الحربية العدوانية، هذه على مجمل عام المنطقة خصوصا ما يتعلق بغزة، فبالتالي هذا الغضب الأمريكي يأتي لأن
الميليشيات والتهديدات التي تأتي، حتى البيانات البسيطة ورغم عدم تأثيرها المادي أو على الأمريكان أو الجسدي، إلا أنه تحمل في طياتها أنه هذا رد فعل على ما يجري في غزة، وهذا يعتبرون الأمريكان خطر كبير، لأنه يعتبر دعم معنوي إلى غزة وإلى مقاتلي غزة، فبالتالي يحاولوا حصر أكبر يعني أقل من القوة الداعمة إعلاميا أو تأثير معنوي إلى صالح، فهذا هو هذا سبب الغضب الأمريكي الحقيقي يعني، وليس غضب من الضرب وغيرها. لو كانت الاعتداءات هذه غير مذيلة أو غير مسببة بدعم غزة أو دعم المقاتلين في غزة ونصرة لغزة، نعم، لكان رد الفعل الأمريكي يختلف تماما وبأقل درجات. طيب في المقابل، بما تفسر إصرار هذه الميليشيات على الهجمات رغم الغضب الأمريكي والتحذيرات المستمرة للسوداني، هل تسعى الميليشيات إلى إحراج السوداني؟ الميليشيات يعني تتعامل مع السوداني على أساس أنه هو أداة بيدهم، وبالتالي الإحراج السوداني لا يعرفون أنه لا يشكل شيء لدى الأمريكان، والأمريكان يدركون العملية واللعبة السياسية ما بين المالكي ما بين السوداني وما بين الإطار، فبالتالي هو العملية على أنه يفهمون الأمريكان أن هذه أن السوداني أو غيره من أي شخص يؤتى به لرئاسة الوغاض إلينا، وبالتالي لا يستطيع تغيير المعادلة أو تغيير الموقف إلا بالقدر البسيط وبقدر نقل الرسائل، فهو ليس إحراجاً إلى السوداني، لأنه السوداني لا يشكل في نظر الميليشيات ذات قوة موجودة بالسلطة وأيضاً لدى السفارة الأمريكية أنه ليس هو صاحب السلطة التنفيذية قوية. إذا سمحت، إذا هل كان القصف الذي نفذته الطائرات الأمريكية في كركوك ضد ميليشيا النجباء، هل كان هذا القصف وقتلت منهم 6 عناصر، هل كان تحذير عملي للميليشيات؟ ليس تحذير عملي مباشر للميليشيات، إنما تحذير عملي آخر لكل ما في المنطقة، أنه كل من يسعى للأمن الأشخاص الأمريكان والبعثات الدبلوماسية الأمريكية سيكون مصيره بهذه الطريقة، وبالتالي نحن جاهزين لضرب ما يتحدانا وما يشكل لنا تهديد على أساس المصالح الأمريكية والنفوذ الأمريكي في المنطقة. نعم، إذن من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ عبد الله السلبان، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.